بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العلي العظيم. العلل والأسباب التي تتحكم في حياة الإنسان صنفان، كل إنسان تتحكم في حياته علل توصله إلى المعاليل والنتائج. هذه العلل والأسباب صنف منها بيد الإنسان نفسه، يعني إذا واحد ذهب وعمل يحصل مالا، يشتري بذلك المال قوتا، عمله سبب وارتزاقه مسبب، هذا السبب بيده، اليوم اللي يذهب للعمل يحصل مال، اليوم اللي لا يذهب لا يحصل. طالب يدرس في نهاية العام الدراسي ينجح، نجاحه معلول لدراسته، وطالب لا يدرس أو لا يحضر إلى الدرس ففي نهاية العام لا ينجح، وهكذا وهلم جرى. هذا الصنف من الأسباب والعلل بيد الإنسان. الصنف الثاني: الأسباب والعلل التي هي خارج اختيار الإنسان. هذه العلل والأسباب التي هي خارج اختيار الإنسان، الله عز وجل جعل طريقة للإنسان لكي يحصل على العلل التي توصله إلى المعلولات المطلوبة، ولا يتحقق العلل، لا تتحقق العلل التي توصل إلى المسببات غير المطلوبة. مثال بسيط لتقريب وتوضيح الفكرة: أحدنا يريد السفر في طريق، يهيئ سيارة مناسبة ليس فيها خلل، وسائق ماهر والسائق هم مو تعبان مثلا، قد نام بالمقدار الكافي، وضمن قوانين المرور يتحرك في هذا الطريق. فجميع الأسباب الظاهرية للوصول بسلامة قد هيأها، من السيارة المناسبة والطريق الآمن والسائق المناسب وما إلى ذلك. لكن هذا الإنسان هل يضمن بأنه في وسط الطريق
السائق اللي دا يسوق سيارة أمامية اللي دا تجي من الطريق المخالف من الأمام، هذا السائق في لحظة لا يغفو أو لا يحدث مثلا خلل في سيارته من انفجار إطار وما إلى ذلك، فتنحرف هذه السيارة وتصطدم بسيارتنا، عندنا ضمان؟ لا. هل بيدنا أن نمنع غفوة ذلك السائق أو خلل فني في سيارته، وأن يكون هذا الخلل أو هذه الغفوة في لحظة مرور سيارتنا؟ بعض الأحيان تصير حوادث سير المرور، يجون يقولون أنه هاي السيارة الأولى السائق مو مقصر، السيارة الثانية مقصر، بس السيارة الثانية مقصر بالنتيجة سبب الحادث، وهذا السائق غير المقصر، ومن في السيارة جرحوا أو قتلوا في هذا الاصطدام. بعض الأحيان يقولون أنه لو لحظة أو ثانية هذا كان متأخر أو ذاك كان متقدم ما كان يصير الحادث. زين، هذا الإنسان أدى ما عليه، لكن هناك أسباب أخرى تحكمت في حياته خارج عن اختياره. هذه أسباب نعبر عنها بالأسباب الغيبية. كيف نضمن بأن تتحقق الأسباب الغيبية المطلوبة وأن لا تتحقق الأسباب الغيبية غير المطلوبة؟ في باب التوكل في شرح الروايات أو في الكتب الأخلاقية يقولون إحنا عندنا توكل وعندنا تواكل، شنو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بين التوكل والتواكل؟ التوكل مأمور به، أما التواكل مذموم منهي عنه. يقولون الفرق أن التوكل معناه أن يؤدي الإنسان ما عليه، والأشياء اللي خارج عن قدرته واختياره يوكلها إلى الله سبحانه وتعالى. التواكل معناه أن الإنسان الأمور اللي عليه لا يؤديها، لا يؤديها. يعني طالب يدرس بجد، لكن أكو احتمال أنه لا ينجح على رغم جده، فهنا يتوكل على الله. وطالب لا يدرس يقول الله كريم، هذا تواكل. صحيح الله كريم، بس الله عز وجل أمرك بأمور، بأن تسلك الوسائل الطبيعية، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. امشوا في مناكبها، بعدين الله عز وجل عندما مشيت في المناكب يعني في طرق الأرض، يعني العمل، العمارة، البحث عن الرزق، وكلوا من رزقه. أما بدون أن يمشي الإنسان في مناكبها، يعني بدون أن يهيئ الأسباب يتوقع الرزق من الله سبحانه وتعالى، هذا توقع في غير محله. هذا الفرق بين التوكل والتواكل. زين، أنا أديت ما علي، هناك أسباب غيبية خارجة عن اختياري، كيف أهيئ لكي الله عز وجل يختار لي الأسباب المناسبة لي التي توصلني إلى النتيجة المطلوبة؟ هذا يحتاج من الإنسان أن يهيئ بعض المقدمات. صحيح هي أسباب خارجة عن اختيار الإنسان، صحيح هي أسباب غيبية، صحيح الإنسان لا يتمكن من التحكم بها مباشرة، لكن الله عز وجل من لطفه على العباد أن جعل أيضا مقدمات هذه الأمور والأسباب غير الاختيارية أيضا ترتبط بالإنسان. هذا الذي وصل عمته، الله عز وجل أنسأ في أجله، أخر أجله 20 سنة لهذه الصلة، وذاك لأنه قطع رحمه الله عز وجل عجل في موته. فأكو مقدمات هي بيد الإنسان، إذا هيأ تلك المقدمات الله عز وجل في الأوقات اللي
في تلك الأوقات حسب تعبيرنا أوقات حرجة، الله عز وجل يأخذ بيد هذا الإنسان. لكن إذا ما هي المقدمات، الله عز وجل يدعه وشأنه. أكو في الآيات القرآنية كثير من الآيات أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، والضلال أيضا من الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه عشرات الآيات القرآنية في هذا المضمون. وكذلك من أضله الله، الضلال من الله والهداية من الله. يعني شنو؟ المجبرة اللي هم أكثر المسلمين الآن، وهذا الجبر منشأه من بني أمية، لأنه رادوا يحكمون ويرضخون المسلمين للأمر الواقع، فنشروا هاي فكرة الجابر، أنه إذا أنت في حال سيئة، إذا حاكمك ظالم، إذا أمورك ليست على ما يرام، هاي مشيئة الله، خلص لازم ترضى بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أنت مجبور. وإذا واحد عاصي فهو مجبور على عصيانه، وإذا واحد مؤمن فهو مجبور على إيمانه. فكانوا يريدون أن يفعلوا ما يشاءون بدون ما أن واحد يعترض، فروجوا لفكرة الجابر وحرفوا معاني الآيات القرآنية الكريمة. صحيح الهداية من الله والضلال من الله، ولكن بأي معنى؟ بمعنى أن النتيجة الله يرتبها، لكن المقدمات من الإنسان. يعني إذا واحد ألقى بنفسه من شاهق وسقط على الأرض وتكسرت عظامه ومات، من الذي قبض روحه؟ من قبض روحه؟ الله عز وجل، أو ملك الموت، أو أعوان ملك الموت بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن هذا كان مجبور؟ ما كان مجبور، لأنه المقدمة هو الذي هيأها. إذا واحد تزوج، الله عز وجل رزق طفل، من الذي خلق هذا الطفل؟ الله سبحانه وتعالى. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ولكن المقدمات كان بيد الإنسان. الضلال والهداية هكذا، إذا الإنسان هيأ مقدمات الهداية الله يرتب النتيجة، وإذا هيأ مقدمات الضلال الله يرتب النتيجة وهي الضلال. الله عز وجل يقول إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فالفاسق والفسق في القرآن بمعنى الخروج عن حد الاعتدال. يعني الإنسان خرج عن حد الاعتدال، يعني خرج عن أحكام الشرع سواء بكفر أو بمعصية، هذا الفاسق بالقرآن. اصطلاح القرآن يختلف عن الفاسق باصطلاحنا. احنا باصطلاحنا الفاسق يعني الإنسان المسلم الذي يرتكب المعاصي، أما الفاسق في القرآن أعم، حتى الكافر هو فاسق لأنه خرج عن أمر الله، لأن الفسق هو الخروج، ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن أمر ربه. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني شنو؟ يعني الظلم يكون سبب لترتيب النتيجة وهي الضلال. مثل ما إحنا بعض الأحيان نقول فلان فسد ابنه، يعني شنو فسد ابنه؟ يعني تركه وشأنه، ما دار بال عليه، لم يربه تربية إسلامية صحيحة، ما فكر، ما راقب ابنه وين يروح، يصادق منه، طبعا بطريق غير مباشر، لأن الطريق المباشر قد لا يكون بالجبر والإكراه، لا يكون مؤثرا. حاول أن يهيئ له، ما حاول أن يهيئ له المناخ والبيئة المناسبة لكي يتربى تربية صحيحة، ترك ابنه وين راح، وين اجى، وين صادق، وين فعل، وين كذا، شلون أبحر في مواقع الإنترنت، فيها فضائيات دي طالع ويشوف كذا، ما دار بال عليه. بعد فترة انحرف هذا الابن، يقال إن فلان أفسد ابنه. يعني شنو أفسد ابنه؟ يعني فسده هو جابه وداه في المنكرات؟ لا، وإنما معناه تركه وشأنه إلى أن فسد. الله هم يضل بمعنى أنه لا يهيئ، هذا الشاهد، لا يهيئ أسباب الهداية لهذا الإنسان. ليش لا يهيئ أسباب الهداية لهذا الإنسان؟ لأنه هو ظالم، يعني هو مهيئ مقدمات الضلال، لأنه هو هذا الإنسان فاسق،
لأن هو مخالف، لأن هو ما هيئ النتائج المقدمات حتى يوصل للنتائج. أما الإنسان اللي هيئ المقدمات، الله عز وجل يهديه، يعني يرتب الأسباب اللي خارج عن اختيار هذا الإنسان ويرتب الهداية في قلبه. كلكم سامعين قصة بشر الحافي معروفة، كان رجل على كل حال غير ملتزم، فكان جايب في بيته الملاهي، المغنيات ووسائل الغناء وآلات اللهو. وطبعا مع الأسف يعني الآن في هذه الأيام وسائل الاتصالات والمواصلات، وسائل الإعلام في كل بيت موجودة، وغالبا الناس ما يهتمون هسه هذه يبث غناء، يبث آلات له، ماذا يكون من كلام ومن غناء وكذا، ما يديرون بال، مع أنه من أكبر المحرمات الغناء، والملائكة لا يدخلون بيتا فيه غناء 40 يوم، بيت الذي فيه غناء لا يؤمن الفجيعة حسب رواية، لا يؤمن الموت الفجأة حسب مضمون رواية أخرى، لا يؤمن من الفقر حسب رواية ثالثة، وهكذا. على كل حال الإنسان لازم ينتبه، لأنه هذه هي ترتب سلب التوفيق من الإنسان والوقوع في المهالك. على كل حال فالإمام الكاظم يمر على بيته وصوت الغناء وآلات الله وكذا من بيته مرتفع، والقضية معروفة كلكم سامعيها لعله. فخرجت جارية تريد أن تلقي بالقمامة في الشارع، وطبعا النظافة من الإيمان، والإنسان لازم يكون نظيف، إن الله جميل يحب الجمال، تنظفوا كذا، هذه من نتيجة الإنسان هو لازم يكون ملتزم بأحكام الشرع، ومن جملتها النظافة، والنظافة من الإيمان، كما في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. بعض الأحيان البعض يقولون خو كل الناس ما يراعون، فأنا إذا راعيت لو ما راعيت ما راح يتغير، لكن الآية تقول لا يضرنكم من ضل إذا اهتديتم. أن تكون إنسانا ملتزما، هسه الناس التزموا لو ما التزموا هذا لازم لا يضرك، أن تكون نظيف سواء الناس كانوا قذرين أو لم يكونوا قذرين. على كل حال فالإمام سألها صاحب هذا البيت حر أم عبد، فقالت حر، فقال صدقتي لو كان عبدا لأطاع سيده، يعني لو كان عبد لله مطيع لله ويتخذ الله إلها لا الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أن لا تعبد الشيطان، إذا كان يعبد الله ما يعبد الشيطان ما يعبد هواه، لأطاع مولاه. زين هي نقلت هذا الكلام لبشر، هاي الكلمة أثرت في قلبه وتاب. طبعا كلمة واحدة شلون تأثر في هذا الإنسان اللي هو منغمس في الملاهي والملذات؟ كيف؟ لأنه الله عز وجل ألقى الهداية في قلبه، ألقى التوبة في قلبه. لماذا الله عز وجل ألقى الهداية والتوبة في قلبه؟ بدون سبب اعتباط؟ الله يعمل عبث؟ الله ظالم والعياذ بالله؟ لا، وإنما له سبب. في المجلد الثاني من روضات الجنات مؤلف الكتاب الخنساري رحمة الله عليه ينقل سبب توفيق للتوبة، يقول أنه هذا كان يمر في طريق وهو على فرس، فرأى ورقة في القمامة عليها آيات من القرآن الكريم، طبعا كلام الله يجب احترامه، لا يمسه إلا المطهرون، حتى بدون وضوء الإنسان لا يجوز أن يلمس القرآن الكريم أو اسم الله. هذا تفسير الآية، طبعا تأويل الآية لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يفسره إلا الأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام، هذا تأويل الآية. أما تفسيرها لا يجوز لمس القرآن إلا الإنسان المتطهر. زين، واحترام الآيات القرآنية والقرآن الكريم واجب، ولذا الآن المتدينون عادة إذا ينام في غرفة مثلا وفي زاوية من الغرفة قرآن ما يمد رجله باتجاه القرآن، هذا لأنه يعتبر نوع من الإهانة للقرآن، إما يغير مكان القرآن أو يغير طريقة
نومته. احترام القرآن، احترام الله، احترام الرسول، احترام الأئمة، هذا أمر واجب. طبعا بعض المراتب مستحبة أو محبوبة، لكن كل ما الإنسان زاد احتراما الله عز وجل يزيده توفيقا. فرأى ورقة عليها آيات من القرآن ملقاة في قمامة، فنزل من على فرسه وشال هذه الورقة ونظفها من القاذورات وطيبها، اشترى ما أدري بدرهمين أو دينارين من الغالية، يعني العطر النفيس الغالي، وطيب هذه الورقة ثم وضعها في شق جدار، يعني في مكان السرازونة أو مثلا راف أو شيء، لكي لا تكون هذه الورقة تحت الأرجل. هذا الاحترام لكلام الله سبحانه وتعالى هذه مقدمة. الله عز وجل شاف هذا إنسان قابل للهداية، فكلمة واحدة من الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أثرت في قلبه فاهتدى. ويوم عاشوراء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يخطب ويقول ويرون والكلام لا يؤثر. ليش؟ لأن الإمام الحسين يقول امتلأت بطونهم من الحرام، يعني مقدمة الهداية أنه بطنه يكون طاهر من الحرام ما كان موجود. هو لم يهيئ، هؤلاء لم يهيئوا لنفسهم أسباب الهداية. وطبعا الإنسان ما يدري موازين الله سبحانه وتعالى شنو هي، شنو هو موازين الله. تختلف عن موازيننا، يمكن احنا بعض الأشياء مهمة جدا عندنا وعند الله ليست مهمة، وبعض الأشياء عندنا ليست مهمة تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يمكن واحد يرتكب معاصي كبيرة الله عز وجل يمهله، واحد يمكن يرتكب معصية صغيرة الله عز وجل يعجل عليه العقوبة. في الحديث الشريف لا تستصغرن شيئا من الذنوب فلعل فيه سخط الله. يمكن واحد يرتكب معاصي كبيرة الله يمهله، لكن يمكن يرتكب معصية صغيرة لعل فيها غضب الله. غضب الله يعني عقابه، لأن الله عز وجل مو مثلنا يغضب وليس محل الحوادث والكيفيات النفسانية، لا، المراد من غضب الله يعني عقابه. ولا تستحقرن أحدا من خلق الله فلعله ولي الله. بعض الأحيان احنا فد واحد لابس لباس ألبسه مرتبة كشخة حسب تعبيرنا، فخفخة كذا، نحترمه. واحد جاي بملابس رثة عادي ناخذ. وبعض الأحيان مع الأسف البعض منا يرى في الشارع أو في مجلس أو في مكان واحد ظاهره الفقر فيهينه، يصنف عليه حسب تعبيرنا أو يستهزئ به. من قال لك إن هذا الشخص هو ليس هو ولي الله؟ لعله ولي من أولياء الله. ولا تستحقرن أحدا من خلق الله فلعله ولي الله. هذا الشخص لعله من أولياء الله سبحانه وتعالى. طبعا هو حتى لو مو من أولياء الله، الاستهزاء بالناس والاستصغار بهم محرم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تنابزوا بالألقاب، يعني الألفاظ التحقيرية، التنابز بالألقاب، يعني بعض الأحيان أكو ألفاظ فيها تحقير لإنسان والإنسان ما يرغب أن يسمى بذلك الاسم أو بذلك اللقب، لكن من باب المزاح أو من باب أي شيء آخر البعض يتنابز بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. على كل حال، فإحنا ما ندري أنه ما هو الشيء الذي يسبب التوفيق. التوفيق هو هذا، وما توفيقي إلا بالله، يعني الله عز وجل يوفق، يعني يهيئ الأسباب للخير والنجاة. لعله معصية صغيرة سبب الخلود في نار جهنم، ولعله طاعة صغيرة سبب الخلود في الجنة. يعني شنو؟ يعني هي تهيئ المقدمة لتوبة الإنسان، لإنابة الإنسان. في الحديث الشريف إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، ولا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشائش الأرض حتى ماتت، لأن الظلم حرام، حتى ظلم الحيوان. واحد يظلم حيوان حرام، يظلم قطة إذا بالظلم حرام،
فهذه امرأة حبست حرة في غرفة خدعتها، عندما دخلت هذه الغرفة أغلقت الباب وتركتها تتضور جوعا إلى أن ماتت هذه القطة. لا هي أطعمتها ولا هي تركتها حتى هي ترتزق تأكل من حشائش الأرض حتى ماتت. نفس هذا العمل، ولعله إحنا نعتبره معصية صغيرة، أو البعض أصلا ما يعتبره معصية، بزونة وماتت شنو المشكلة، لكن في هذا العمل كان غضب الله، فالله سلب التوفيق منها، لم يهدها إلى أن ماتت على الكفر. وفي حديث آخر إن امرأة دخلت الجنة في كلب، كيف؟ كانت هذه في صحراء فوجدت كلبا عطشان عند بئر، وهذا الماء في البئر والكلب ما يقدر يدخل في البئر لكي يشرب، وهو قد أهلكه العطش، يعني بلغ إلى حد الهلاك. وهذه امرأة حسب الرواية ما كانت متدينة، كانت فاسقة، لكن عندما رأت هذا الكلب يريد أن يموت من العطش رق قلبها له. هسه الكلب شنو قيمته؟ هسه مات لو مو مات، لكن هذه الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مو فقط الناس حتى الحيوانات. فهذه المرأة نزعت ثوبها وأدلته في البئر، لعل الماء كان مرتفع مثلا، ثم جاءت هذا الثوب تبلل بالماء وعصرت الماء في فم الكلب مرة مرتين ثلاث مرات إلى أن ارتوى الكلب ونجا من النفوق والهلاك. نفس هذا العمل كان فيه رضا الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل وفقها للتوبة، تابت من ذنوبها وأصلحت وعبدت الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أدخلها الجنة. يعني عمل صغير مو هو اللي سبب دخول الجنة، هو هذا العمل سبب للتوفيق، يعني للتوبة، والعمل الصالح والأعمال الصالحة هي التي تدخل الإنسان في الجنة. فعلينا إحنا دائما أن نبتعد عن كل المعاصي، حتى المعاصي الصغيرة، حتى اللي فيها شبهة المعصية، من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه كما في الحديث الشريف. يعني سابقا ما كانت أقفاص للحيوانات المفترسة، كان إذا يجيبون حيوان مفترس والناس يردون يتفرجون على ذلك الحيوان يحفرون الأرض زريبة اللي فيها يضعون الأسود مثلا، يحفرون الأرض بمقدار الحيوان ما يقدر يخرج من تلك الحفيرة، ويضعون الحيوان المفترس هناك، ثم الناس يأتون ويتفرجون على هذا الحيوان. طبعا يخلون فاصل بين حافة الحفرة وبين مكان وقوف الناس، هذا يسموه حما، وكذلك حما للعيون، حما للآبار، حما للطرق، هذه مسألة أخرى. الحديث يقول من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه، فد مرة تزل رجله وإذا وقع الحيوان المفترس يفترسه. أكو فد حديث عندنا، فد مسألة فقهية في زمان أمير المؤمنين، كانت زريبة فيها أسد أو سبع آخر، لعله أسد كان، فالناس دا يتفرجون ازدحموا عليه، فزلت قدم أحدهم، هو دا يوقع تعلق بشخص، بدال ما ذاك يجره هو ذاك الشخص الثاني أيضا سقط، والشخص الثاني تعلق بشخص ثالث، والشخص الثالث تعلق بالشخص الرابع، كل ذول الأربعة سقطوا في الزريبة وافترسهم السبع، الأسد افترسهم كلهم. وجاءوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسألون عن الدية، لأنه الشخص الأول سبب مقتل الشخص الثاني، والشخص الثاني سبب لمقتل الشخص الأول. وفي الدية القصد لا يشترط، مجرد أن الإنسان يرتكب جريمة أو جناية حتى من غير قصد، حتى من غير اختيار، الضمان عليه، لأن الضمان لا يشترط فيه القصد، حتى لو طفل صغير صدرت منه جناية يكون الدية على عاقلته. حتى الإنسان النائم، أكو في بعض الأحاديث والمسائل الفقهية، إذا امرأة ضئر يعني مستأجرة لإرضاع الطفل
ففي حالة النوم تقلبت على الطفل فخنقته من غير قصد أكوديو، لأن الضمان لا يشترط فيه القصد. على العموم المقصود أنه من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. الإنسان لازم حتى من الشبهات يبتعد، إذا أكو احتمال فيه معصية يبتعد عنه، لأن الابتعاد عن هذا الحمى لعله يضره شيئا قليلا أو منفعة قليلة يخسرها، ولكن الوقوع في ذلك المعصية فيه الضرر الأكبر. الله عز وجل مهيئ كل شيء، بس المهم أن الإنسان هو الذي يستفيد. الله عز وجل إذا شاف الإنسان قابل يفيض عليه أكثر، في الحديث الشريف ما معناه إذا الإنسان خطأ خطوة باتجاه الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يأتي إلى هذا الإنسان بمقدار ميل، تعبير مجازي يعني أنت خطوة حركة بسيطة الله عز وجل يفيض عليك من الرحمات الكثيرة. المنطق الله عز وجل مرتبه، الحجة الله عز وجل مرتبها، قل فلله الحجة البالغة، الحجة البالغة لله، ما حد يقدر يعترض على الله، لو شاء لهداكم أجمعين. الله يقدر يلجئنا كلنا على الإيمان، يعني يجبرنا، لأن في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يجبر الجميع على الإيمان، لكن هذا خلاف الحكمة. الله هيئ الأسباب الظاهرية وأمرنا أن نسير فيها. الأسباب الغيبية هم الله عز وجل قال مقدماتها بيدكم، لكن توكلوا ولا تتواكلوا واعملوا وابتعدوا عن المعاصي الصغيرة منها والكبيرة. وإذا الإنسان زلت قدمه يرجع فورا، مثل ما واحد دا يسير في طريق، إذا شوية خطوة خرج عن الطريق والتفت رجع يبقى في الطريق، ولكن إذا سار ما التفت فجأة يجد نفسه في متاهة والموت أمامه من كل مكان. على كل حال هذه فرصة مناسبة وأنتم في جوار السيدة فاطمة المعصومة عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله تزورون الإمام الرضا أو زرتموه عليه الصلاة والسلام، واحد يستفيد من بركات هذه الأماكن وهذه البقع الطاهرة، لأنها محل تردد الملائكة، محل تردد نزول رحمة الله سبحانه وتعالى، يعرض نفسه لهذه الرحمة حتى يستفيد منها. مثل ما عندما ينزل مطر يمكن واحد يكون في الغرفة لا يصيبه من المطر شيء، لكن إذا واحد خرج من الغرفة إلى صحن الدار أو إلى طريق يتبلل بالمطر، لماذا؟ لأنه عرض نفسه لهذا المطر. رحمة الله عز وجل تفيض علينا جميعا، بس عرض نفسك، نعرض نفسنا لهذه الرحمة، والله عز وجل كريم، بس الإنسان يخطو خطوة الله عز وجل ينزل عليه شآبيب رحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يتقبل أعمالكم وزياراتكم ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها